عملية المسح العام للأراضي هي عملية تقنية وقانونية، الهدف منها التعرف على الأملاك العقارية وعلى الأشخاص الذين يمتلكون حقوقاً فيها. بالنسبة للبناء غير الشرعي، يمكن تسوية ملكيته من خلال عمليات المسح العام للأراضي، ويتم ذلك بالطريقة التالية: القيام بالمسح الميداني لمنطقة معينة من طرف فرق مسح الأراضي، وإيداع وثائق المسح الخاصة بالمنطقة، ثم يحرر المحافظ العقاري لمحضر استلام وثائق المسح. بعدها ترقم العقارات الممسوحة في السجل العقاري، ويسلم الدفتر العقاري على أساس وثائق المسح لكلية العقار، سواء كان برخصة بناء أو بدونها، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المواد القانونية المتعلقة بتأسيس السجل العقاري. يصدر بعد ذلك الترقيم النهائي في السجل العقاري، ويكتسب المستفيد من العقار جميع حقوقه دون رجعة فيها إلا بالقضاء. أما في حالة الترقيم المؤقت، يسلم المحافظ العقاري شهادة ترقيم مؤقتة بطلب من المعني بالأمر. هناك حالات لا يمكن تسويتها بالمسح العام، أهمها القطع الممنوحة للتعاونيات العقارية، والقطع الممنوحة في المناطق الصناعية ومناطق النشاط إذا استعملت في نشاط مختلف عما هو في الدفتر العقاري.